اللائحة التنفيذية لقانون السجون بعد صدورها في الوقائع المصرية. واحنا طبعا يمكن العناصر الأساسية التي عملنا عليها كانت ناتجة من ملاحظات زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجون التي تم تنظيمها بقرارات من النائب العام وبتسهيل من وزارة الداخلية. فتنقلنا بين أكثر من سجن وأكثر من منطقة سجون، ومن خلال هذه الزيارات خرجنا بمجموعة من التوصيات تم ترجمتها إلى تعديل في هذه التشريع في القانون في اللائحة. وطبعا زي ما قال سيادة اللواء، في الحقيقة كانت الإدارة القانونية وقطاع حقوق الإنسان أيضا بيعملوا لإضافة مزيد من المواد على اللائحة لتحسين وتطوير أوضاع السجون. إحنا يعني عشان نبقى بشكل واضح فيما يخص الزيارة للسجين، تم زيادة مدة الزيارة للسجناء، وده كان بناء على طلب كثير جدا من السجناء الذين قابلناهم. بالنسبة للتريض كان الحد الأدنى ساعة في اللائحة في المدة السابقة، احنا الآن بهذا أصبحت ساعتين، ساعة صباحا وساعة مساء لكل السجناء والمحبوسين احتياطيا داخل السجون. فيما يخص الصحة، ودي نقطة مهمة جدا جدا، انه أصبح القرار للعلاج خارج السجن او تلقي العلاج الخارجي او المعاملة النقل من السجن الى النقل الى مستشفى، هذا كله بقرار من الطبيب، وفي حالة الخلاف بتنقل للجنة طبية، بمعنى ان الاطباء هم اصحاب القرار النهائي في المعاملة الطبية للسجين او المحبوس داخل السجن، وبالتالي هذا يسهل كثيرا على إدارة السجن. وعلى فكرة كان يعني كثير جدا من السجناء كان عندهم مشكلة تلقي العلاج الخارجي أو الانتقال إلى السجن. أيضا التعليم أضيفت في المواد تطوير التعليم بالنسبة للسجناء وتسهيل العملية التعليمية. طبعا ده كان بيتم في الحقيقة، ومعظم السجون لما كنا بنزورها كنا بنقابل السجناء اللي موفر لهم بيئة ومناخ ملائم للتعليم ولجان التعليم داخل السجون. وفي الحقيقة طبعا كتير جدا من أشهر السجناء حصلوا على دراسات عليا. أهم نقطة كمان إحنا يعني أضفناها في هذا القانون لائحة حقوق السجناء. إحنا الآن أي واحد سجين هيخش السجن هيبقى فيه لائحة فيها واجباته وفيها حقوقه وفقا للقانون، وبالتالي يعلم بيها فور دخوله وكيفية تقديم شكوى لو عنده أي شكوى داخل السجن عشان يتم التحقيق فيها فورا. ودي برضو آلية جديدة أضيفت في اللائحة. أنا أعتقد أن هذا التطوير بيتفق مع الحدود الدنيا لمعاملة السجناء، هذه الوثيقة الأممية اللي صدر عن الأمم المتحدة، وبالتالي نستطيع أن نقول وبشكل واضح أن لائحة السجون في مصر تتوافق مع المعايير الدولية وتتوافق مع المعاملة المقررة في وثيقة الحدود الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة. وأنا أعتقد أن ده يعني بداية تعاون جيد، وأعتقد أن إحنا وقطاع حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة نعمل على تطوير التشريعات والبنية التشريعية المصرية حتى تكون متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. النقطة الأخرى الإضافية، أعتقد التعاون ممكن يستمر أيضا في على هذه اللائحة على التدريب وتطوير الأداء من خلال التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية للعاملين في السجون الذين يقدمون الخدمة للسجناء داخل أسوار السجون. أنا بشكر وزارة الداخلية والسيد الوزير على إعلان اللائحة في بقرار صادر في اللائحة في الجريدة الرسمية، هذا معناه أنها أصبحت نافذة ويتم العمل بها، وبالتالي أعتقد أنه هذه خطوة على طريق تحسين سجل حقوق الإنسان وأوضاع حقوق الإنسان بالذات للسجين الذي لا يملك من أمره شيئا ويخضع بالكامل لمصلحة السجون.